أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخرو وزير الصناعة والتجارة على متانة العلاقات التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة، والتي أسهمت الزيارات المتبادلة في تعزيزها. جاء ذلك لدى لقاء سعادته بمعالي السيد آهن دوك جون وزير تجارة كوريا الجنوبية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الصناعة والتجارة والوفد الاقتصادي المرافق له إلى جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة. وأشاد سعادته بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، لافتا إلى أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين الطرفين للدفع بالعلاقات المشتركة نحو آفاق أرحب، لا سيما في المجالات التجارية والصناعية.